روبير، هيدا انت رح تسأله للدكتور، وجوسلين انت هيدا رح تسألي كمان للدكتور. يلا بدي ابتدي معك. ايه، شو اللي بتعتبريه انك خسرتي بحياتك لانك ارتبطتي فيي؟ بلش. شو هالسؤال الفخ يعني؟ انا خسرت انه ما ارتبطت فيك من قبل. سؤال كليشيه وجواب كليشيه. لا حقيقة يعني انا كنت بتمنى انه لو انا وروبير ارتبطنا من قبل وكوننا عائلة أكبر، يمكن الوقت ما سمح لنا نكون عائلة أكبر مثل ما كنا بنحلم، لأنه الوقت كان مش لصالحنا. بالعكس أنا دايماً كنت أقوله كمان شغلي لروبير، أنه بيقولوا أنه الحب بعد 10 سنين ببلش يخف. كنت استغرب أقوله أنه كيف بيقولوا بخف، أنا بالعكس بلاقي الحب بيناتنا بيزيد. هلأ بعد 15 سنة بلشت أفهم ليه العالم بيقولوا هيك. فريت معها 5 سنين. بلشت تسع بس أخذتني 15 سنة. فريت 5 سنين زيادة. ليه بيغار على التاني على فكرة أكتر؟ أنا ما بغار أبداً وما بحس روبير بيغار. من غار من شغلي من التليفون. ايه اكزاكتلي. إذا ملتية بالتليفون يعني. لأنه على طول كنا عم نحكي عن هذا الموضوع، إذا بدي أقعد أنا وياها 5 دقايق مرضى تليفون. بس انا بغار اكثر من التليفون، روبير بيقضي وقت اكثر على التليفون مني انا. شغله بلا شغل يعني. شغله بلا شغل يعني. اوقات بقول له انه نيالك انت انه تاخذ وقت تتسلى على التليفون هيك تتريح، انا هيدا الوقت ما بقدر اخده لانه بكون عندي قصص ثانيه كوميتمنت بالبيت ومع عائلي اعملهم، فهو بهالوقت بياخذ التليفون بيقعد بيتفرج شوي فيديوز بغير جو انستا واخبار. اوقات كثير بقول له انه بنقهر منه للتليفون يعني. عنده الانستا تبعه كمان؟ ايه عنده الانستا. وعنده الجروبات تبعه له. اخذ الباسورد تبعه؟ قطيتي اخر فتره طلبته. كثير يقعد على التليفون. عدلك طلبت الباسورد، شو اكتشفت؟ لا ما اكتشفت شيء غلط، بس اكتشفت انه كثير بيحكوا على الجروبات، يعني معناتها بيتسلى اكثر من التليفون. سؤال دكتور روبير منك. معقول يجي نهار وتصير تخاف علي لدرجه تقول لي سكري العياده وقعدي بالبيت؟ صارت وقت الكوفيد يعني. صارت واصريت يعني. يخاف علي باي معنى يعني؟ انه قد ما بتعب اعمل بيرن اوت؟ ايه من كل شيء، من الوقت فتره كورونا حكينا فيها. لا بشكل عام. صارت طلبت منها جديا، انا ما بقى بدي هيك تشتغلي، بس ترجع بتفكر انه درست الطب وناجحه بمهنتها ومرضاها بحبوها كمان. من